تتسع لكل شيء وتضيق بمأساتها وعذاباتها. هنا الحالمة، المدينة التي يقبل سكانها الحياة على أنها محاولة لتجنب فنائهم. وحين تفقد الطريق إلى الحرية، تكتوي بنار خصومها وقهر أبنائها وفوضاها معاً. كل شيء هنا منقسم حول نصيبه من حصص الدمار والقهر. وبذلك يعيش الناس تبايناً في مقتنياتهم من الخوف والقلق حين تدون الحرب سيرتهم النفسية كمعتقلين في جوفها لأكثر من 4 سنوات. لهذه المدينة فصول طويلة من المأساة، وفي كل فصل قصة وحكاية. عاهد الباروتي أخذت الحرب قدمه اليسرى وهشمت يمناه، بعد أن كان في طليعة المقاومة الشعبية يحرس المدينة من جائحة الحوثيين. أنا أصبت في جبهة 40، نزلنا إلى جبهة 40 تعزيزات، كان الشخص الدم المقلوع حاصر، نزلنا تعزيزات يعني باشرون احنا بالقذائف، الحوثة باشرون احنا بالقذائف من الدفاع، تقطت رجلي هذه اليسرى واليمنى اكتسرة يعني وشظايا في بشظايا، جلست 3 أيام في غيبوبة للعملية، وهذه عالقنا قبة صنع الحمد لله حتى تشافيت. في هذا المكان تتداعى ذكريات مؤلمة ومخيفة في آن واحد، حيث اعتقل عاهد على يد الحوثيين أثناء محاولته السفر إلى عدن للعلاج. مسكونة في برباشة وأنا طالع أتعالج في عدن، للرجل دي اليسرى للرجل وهذه كان مكسور، بعدها مسكونة مدينة الصالح، ادونا مدينة الصالح ضرب حق الحوثة، عدد الدماغ ذانا متأثر كل شهر ب9 علاج، يعني اشتروا من جيبي، ما حد يقول لك هذه حق العلاج. خارجنا ربك من عندهم، أمي دفعت بياس وخرجت أنا من عندها. عام كامل ظل عاهد في سجون الحوثيين قبل أن يطلق سراحه بمبلغ زهيد ليعود إلى مسكنه مقهوراً. كانت أيامي مع عاهد محبوس، سو أنني مأكها مثل ما المجنون، خلاص ما عشتش نفسي أرتاح به، بل عشت الدنيا تخلني، قررت أخرج عاهد لأنه يقوم بي، وأنا مطلق ما معيش لا أب ولا معي أخوة شطاري، ما حيندي ليش 500,000 جمعت المبلغ علشان عاهد يخرج، كنت تسأل بنادي 20 بنادي 10 بنادي 5 بنادي 50، كل واحدة تندي لي من عندي. لما عاهد خرج من السجن قالت الحمد لله، شو حاول الله شو نقضيه. لم تشفع لعاهد قدمه المبتورة وهو يحرس تعز، ولا قصة اعتقاله على يد الحوثيين بالاهتمام به أو تسوية وضعه على الأقل، بل ضاقت به مكاتب القادة والمعنيين في المدينة. أقول لك أنا سرعت عند القائد رقمنا وندل له استمارة مزور،
جلست سنة ونص بهذه الاستمارة مزورة، والآن قبل 4 شهور قبل لنا استمارة بدل ما فضح لنا بهذيك النهاية مزورة. قال يشقي تعزل المالي بشهر 12، قال وما قاش الحين يقولوا بشهر 1 ما فيش، كله يضحكوا علينا يعني يكذبوا علينا كذب. هنا طبعت الصورة بداية مأساة عاهد، وهنا اكتمل المشهد بعد 4 سنوات، إعاقة وكفاح ومكابدة. مشهد يتجدد كل يوم ليؤكد إرادة التغلب على العجز والإعاقة كشرط خالص للاستمرار في الحياة. أنا أشتغل من قبل بالبطاط، يعني بعد ما استواها الرجل هذه كنت أشتغل يعني حجر طين، كنت أشتغل حمال. الآن يعني بعد ما بطاقتها رجلي ما أقدر أشتغل لا حمال ولا حجر طين، رجعت أشتغل لي بيع البطاط. هنا يفيض التعب وينكسر نهار يوم طويل. في الجوار يقع منزل عاهد، وهو عبارة عن خزان صغير يستقيم بفضله منزل في أقصى الريف يحوي 5 أشقاء ووالدان هم أسرة عاهد. أصبحت شاقي، مش إنه العربية حقي، العربية حق واحد وأنا شاقي، يعني أجيب لي باليوم 1500 وأنا داري يعني 1500 دليل ما تكفيش. والله أتمنى أن يكون هكذا لي حاجة أطلب بالله على أسرتي، يعني ترفع لك مني حاجة، تقضي ما فوقك، توالف لك حاجة، تزوج، يعني تشقي على زوجتك وامك واخوانك. هي أمنية كل مكافح خذلته الظروف في منتصف الطريق ولم تترك له فرص مجاراة أقرانه، لكن الحياة تحضر أحياناً على هذه الهيئة. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمه اللي شفتوا لي فيه. والله أحمد الله، بدي أن يتحقق حلمي. لعل هذه المساحة تتسع لحلم جريح، ولعل الأيادي البيضاء تبني له جداراً يقيه مرارة الرصيف وفوضى الشارع.
اكتمل حلم الفتى الجريح، وبات هذا المشروع البسيط مصدر رزق له ولعائلته. صار بوسع عاهد الآن رؤية الحياة، وهي تتسع بعد أن ضاقت عليه، ووجب على هذا الباب أن يفتح قلبه ليتيم. اليوم يعني فرحتي في مشروعي الخاص، يعني ما كنت أنا متوقع، يعني كأنه حلم. سوف أبنى مشروعي وأبنى مستقبلي وأعول أسرتي إن شاء الله في مشروعي الخاص. يعني اليوم هذه أنا مؤيد عيد، يعني ما كنت أنا متوقع أنه هذا المحل. أحمد الله وأشكره الذي يعني كنت شاقي والآن قانا صاحب محل، اللهم له الحمد. يا رغب اشتير طلي والرشاشين اكتر بكرما الطيور ماشي رشاشين. بهذا الصوت يفتتح عاهد عمله اليومي، وبهذه الروح يتوافد الناس إلى مطعمه الجديد لتناول وجبته. هكذا تنتهي مآسي البسطاء حين تحضر يد الإنسان لإسنادهم، وهكذا تمسي تعز صابرة باقية.